الطفل البريء هو هذا اللي قاعد هذا اللي قصف عليه بقى. هذا الطفل البريء. حزب الأمم. أهلا وسهلا، أرحب بكم في سفارة فلسطين. هنا مجسم لما نسميه نحن مدينة القدس القديمة. طبعا القدس مدينة قديمة جدا في التاريخ، وقد تعرضت للمآسي، تم تدميرها أكثر من مرة، ولكن فيها التراث الإنساني القديم منذ أكثر من 4000 و5000 سنة. وبالنسبة لنا في فلسطين تسكن في وجداننا أيضا، في كل فلسطيني. Действительно, земля — наш общий дом для всех. Конфликты, распри разъединяют нас духовно. Но даже так безмолвно все мы наполнены печалью. Душою все мы стремимся к миру. في عام 1967 كان هنالك تجربة شخصية بالنسبة لي. دخل الجيش الإسرائيلي إلى مناطق ما حيث نسكن وقام بترحيلنا، أنا ووالدتي وثلاثة أخوات وأخين اثنين، أحدهم كان لا يزال عمره في الثالثة. فكنت مضطراً أن أحمل أخي الصغير عمره الثالثة وأضعه على ظهري وأسير به مسافات طويلة. ثم قام الجيش باستعمال باصات عسكرية ورحلونا إلى نهر الأردن، حيث كان هنالك الخوف وكان هنالك الجوع وكان هنالك التساؤل الكبير، ما الذي يحصل؟ كنا في حينها لم نتوقع ذلك، وكانت صدمة كبيرة بالنسبة لي. ولا أحب أن أحد من أبنائي أو أحفادي يمر بها. نعم، في نظرك، بالنسبة لفلسطين، ما يعني السلام؟ السلام يعني بالأساس كلمة بعض الأحيان تكون مبهمة بالنسبة لي في هذا العمر وفي هذا السن وبالنسبة لشعبنا. لا توجد عائلة فلسطينية إلا يتعرض أحد أبنائها للاعتقال، ولا يوجد عائلة إلا أيضا تخسر أحد أبنائها من الشبان. السلام أن يكون الإنسان يعيش في حالة طبيعية، بمعنى أنه لا يخشى الآخر. ثم السلام يعني هو أنك تشعري بأنك تحلمي في المستقبل وقادر على تحقيق الأحلام. مير дает нам силу спокойно жить и петь, стремиться к мечте. Мир — это несгибаемая сила, что помогает всем народам жить в справедливости.